ولا سلطنة على كيفك، والفكر مش هتموت ولا في انتظار تسقيفك. ويا سيدي مش مهم عجب، لا تستعجب ولا تقاوح ولا تقطم ولا تبرطم عشان ندهى بصوت راية. لدى الشيخ اللي مردي ولا نعامل صلاح الدين، كلامي نفهمه بس هكون مستكفن ومبسوط. أقله لما سيب الأرض هكون سايب أثر وخيوط. ده مش وقتي ومسيره يفوت ويقولوا فهمنا تخريفك، ما أنا فكرة مش صوت. ولا سلطنة على كيفك.